السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. ميتكس واحد من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملة الروبل، بيدفع على محفظة الباير، والحد الادنى للسحب بسيط جدا. كمان في ميزة هي الترفيه، انت كل شيء بتشتغله داخل الموقع، مشاهدة الاعلانات، اتمام المهمات، مشاهدة الفيديوهات وغيرها، بتاخذ عليه ريتينج او رتبي. طبعا هذا الشيء كمان بيعطيك دخل اضافي، هاي موجودة طبعا ببعض المواقع، وهذا الموقع هو واحد من اهمها، وهذا مكسب اضافي ممكن نكسبه كمان كل يوم داخل الموقع. كل ما اشتغلت اكثر على الموقع راح تصير تكسب اكثر مع الوقت، وانا هذا الشيء كثير بفضله. اول شيء نسحب من الموقع، طبعا انا من الصفحه الاساسيه داخل الموقع، اذا نزلت لتحت هون على ماي بيرسونال داتا، شايفين اصدقائي، ورحت على البيمنت ديتيل، ضايف محفظتي الباير الاكونت ان او، حاط لي جنب صح محفظتي الباير، طبعا المستقبل عليها روبل ودولار. ما عندك محفظة باير، طبعا رابط التسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف، وراح تنشئ محفظة. ما بدها هي الصعوبة، كثير سهلة القصة، بتحط بياناتك وبتنشئ محفظة. بالنسبة للروبل والدولار ما بتوثيق، طبعا فورا فيك تستقبل عليه روبل ودولار. بالنسبة للعملات الرقمية أمر مختلف، بحاجة توثيق أو حساب قديم، لكن طبعا أخي الكريم هي المشكلة محلولة مع الروبل والدولار، دغري بتنشئ محفظة وفيك تستقبل عليها روبل مباشرة. وفي طرق عديدة للسحب داخل الموقع، فيك كمان تستخدم بيرفكت ماني، كمان راح تلاقي رابطه بصندوق الوصف، فيك تستخدم الأدفي كاش، وفيك تستخدم عملة ترون كمان على أي محفظة، ما في أي مشكلة بهذا الشيء. طبعا أنا ضايف الأكونت إن أو هون، وعامل له سيف وحفظ. بدي أسحب معي 83 روبل، روح على ويزدرو، بيقول لي حط الكمية اللي تسحبها، راح أحط 83 روبل، بختار من هون الباير، بلاقي عنواني تحت، شايفين أصدقائي، في هدول الطرق الثانية كمان ممكن تشوفون أخي الكريم، إن اليو اس دي تي القائم على ترون، أنا عفوا ذكرت ترون لكن هو اليو اس دي تي القائم على ترون. بختار من هون مثل ما قلنا الباير لحتى اسحب بعملة الروبل، باخذ هذا الخط للاخير، بيقول لي راح يوصلني 77 روبل فاصلي شوي تكسور، راح ياخذ من ضريبة نقل، روح على باي اوت، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا دفع لي الموقع بشكل فوري على محفظتي الباير، بروح على الباير، بحدث صفحة الدفعات داخل محفظة الباير حتى شاهد دفعة، وصلني 76، يعني حتى اللي حسمهم كان المبلغ لصالحي، يعني اعطاني هون شوي زيادة اذا فتحت المعاملة. طبعا هذا هو الموقع ميتكس، مثل ما كنتم ملاحظين هذا هو التاريخ، ترانسفير سكسس، هاي هي الكميات، هاي هي المحفظة اللي ارسلت لي الدفعة. طبعا اصدقائي موقع مميز، من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملة الروبل الرقمية، ومثل ما قلنا في خيارات ثانية مثل اليو اس دي على محفظة البيرفكت ماني، كمان فيك تستخدم هذا الخيار بدون اي مشاكل، واليو اس دي تي على المحافظ النظامية مثل تراست وولت وغيرها. موقع كثير كويس، بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على اللينك التسجيل، راح تلاقي اياه بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشره، انا ما بستخدم اي روابط متصله، اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه، المدونه الخاصه فيه في رابط مباشر، يعني ضغط اخي الكريم بتفتح معنا الصفحه. اول شيء الموقع باللغه الروسيه، فيفضل تستخدم ترجمه جوجل كروم او الترجمه العاديه للترجمه للغه الانجليزيه او اي لغه انت بتفضلها اخي الكريم، عشان يسهل عليك طبعا العمل داخل الموقع. طبعا بدنا ننشئ حساب جديد، بروح هون على ريجستريشن او هاي نفسها، شايفين اصدقائي، بضغط على وحده منهم مشان انشئ حساب. حط هون اسم مستخدم اللغه الانجليزيه، ايميل صحيح، باسورد محترمي، سايت كرنسي، فيك تستخدم الروبل اي عمله ثانيه، انا بفضل انه احط هون الروبل. طبعا اصدقائي بنزل لتحت على كلمه ريجستر، بضغط عليها بيكون صار عندي حساب الموقع، راح بعت لي رساله تاكيد على بريدي الالكتروني، ممكن لاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، في رابط او لينك بضغط عليه بفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بروح هون على تو كام ان او تسجيل دخول، لازم فوت من هون، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع، من الداخل اتاكد اول شيء من الماي بيرسونال داتا، هي اللي هون تلاقي جنب حسابك صح جنب الايميل كونفيرم مؤكد، ممكن مثل ما قلنا على الغالب راح يبعث لك رساله تاكيد، لكن بعض الاحيان ممكن يبعث لك اياها كود ويقول لك طابقه او املأه بالمكان المناسب وعمول حفظ، يعني هدول الخيارين متاحين للموقع كل مره، ما يكون التفعيل بطريقه مختلفه. طبعا كمان اذا نزلنا شوي بالصفحه لتحت من صفحه ماي بيرسونال داتا، اذا نزلنا لتحت فيني اشبك طبعا يوتيوب، وفيني اشبك الفي كي عشان ننفذ مهمات اليوتيوب ومهمات الفي كي داخل الموقع. طبعا انا راح اشبك حساباتي مشان كمان ننفذ لكم مهمات يوتيوب ومهمات فيكي. ويفضل كمان من هون من الصفحه الاساسيه تضيف افاتار يكون مناسب طبعا لقياس الصوره المطلوبه، طبعا كل ما كانت اصغر كل ما كانت راح تكون مناسبه اكثر.
هلا عرفنا كيف نبلش نشتغل على الموقع. كيف انا بدي بلش اكسب عملة الروبل؟ مثل ما قلنا في عندنا مجموعة من طرق الربح. اذا اخترت هون كلمة earn money مثلا، اول وحدة هي serving او مشاهدة الاعلانات. بلاقي اعلانات يومية داخل الموقع، بضغط على الاعلان وبروح على كلمة start watching، بشاهد الاعلان المدة المحددة. بعدين بيضيف لي الرصيد طبعا بشكل فوري بحسابي بالموقع، وكمان شايفين اصدقائي جنب النجمة اعطاني كمان ترفيعة 0.01 ترفيعة اضافية. شايفين اصدقائي فيني اتابع بقية الاعلانات اكسب منهم، دائما في اعلانات كتير على الموقع. في عنا هون تاسك او مهمات، في حوالي 1000 مهمة على الموقع، يعني عدد كبير فيك تشتغل عليه بشكل دائم. دائما في مهمات داخل الموقع، بعضها كتير سهل مثل هون subscribe to a bot، يعني بس سجل بهذا البوت، تابع هذا البوت. فينا كمان هون subscribe to telegram، كمان تابع telegram. vk find subscribe view، كمان تابع vk. طبعا تشاهد بعض البوستات داخل الحساب المطلوب وتحطي، طبعا التأكيدات رح يكون على الغالب على شكل سكرين شوت. رح ننفذ هذا مثلا، اذا ضغطت عليه كتير سهل هاي المهمة. فينا نشوف مثلا القيمة الخاصة فيها 75 سنت من الروبل، كمان رح اخذ عليها نجوم وترفيعات وامور تانية. بيقول لي what should be done، شو لازم انا اسوي. بيقول لي روح على حسابك الفي كي، سيرش بالمجتمعات، ابحث بالمجتمعات عن هذا المجتمع. تمام، حتى حطت لي صورة هذا المجتمع هون، اذا ضغطت عليها رح يشوفين الصورة طبعا مشان طابق المجتمع. هاي الصورة مشان اعرف طابق المجتمع. بس اقرأ شوية بوستات، look at post وسبسكرايب، تابعه. شو المطلوب مني لحتى أكد هذا الشيء؟ take two screenshot، يعني خذ لقطتين شاشة. أول وحدة إنه you can see how you find the group، كيف لقيت الجروب وبعدين كيف تابعت الجروب. تمام، فيك تاخذهم ترجمهم طبعا للغة العربية مشان يسهل عليك الموضوع، أو ترجمهم داخل الموقع، لكن خلي هاي الكلمة اللي هو بدك تبحث عنها باللغة الإنجليزية مشان تلاقي المجتمع. عجبتني الفكرة بدي انفذها، بروح على كلمة ستارت، بيقول لي معي ساعة لحتى انفذها. طبعا هو بيضيف لي الرصيد خلال 24 ساعة، بس نفذها بالشكل الصحيح، لا تغش، نفذ بالشكل الصحيح مشان يحسبوا لك اياهم وتاخذ تقييمات وترفيعات وتكسب القيم بشكل صحيح. بضغط على كلمة ستارت، اخذني على الفي كي، بدي ابحث بالمجتمعات عن الكلمة اللي اعطاني اياها، هاي اللي هون باخذها طبعا نسخ مشان ابحث عنها، بحطها هون طبعا بخانة السيرش. طبعا حسب الصورة اللي اعطاني اياها هون ولا واحد لون تتذكروا هالشيء، فانا هون رح رجع اللغة الاساسية بالموقع للغة الروسية مشان يسهل علي طبعا الموضوع. يعطيني الكلمة بالشكل الصحيح، ممكن تفرق حسب اللغة، رح اخذها طبعا هيك نسخ وارجع جرب مرة تانية ابحث عن هذا المجتمع. طبعا هاي اول صورة شاشة بيظهر فيها اني بحثت عنه. طبعا بسمي الصورة شيء معين مشان كمان يسهل علي العمل. بعدين بختار المجموعة اللي طالبة او الكوميونيتي، بعمل له هون فولو او متابعة، وبنزل على شوية مقالات. طبعا ممكن احط اعجاب على مقال. تمام، بطلع هيك لفوق، القصة كتير سهلة والربح سريع. طبعا اصدقائي انا مشيت معكم بالتمهيل مشان سهلكم الموضوع. بعدين باخذ سكرين شوت تانية هاي اللي هون اني انا تابعتهم، مسجينج يعني انا تابعتهم. باخذ وحدة تانية كمان يفترض اني اسميها بالشكل الصحيح لانه راح اشتغل كتير مهمات. هيك صرت جاهز، صار فيني اسكر الفي كي وهاي الصورة طبعا، وبروح على المهمة اللي ما اديها. فيني ارجع على هون للغة العربية او الانجليزية مشان كمان انه يتم عندي العمل انا بالشكل اللي انا فاهمه، مشان افهم انا كمان شو عم اعمل. بيقول لي الجواب اللي هون، بقول له done هون مثلا انه تم، وبرفع الصورتين اللي انا اخذتهم طبعا كاثبات. طبعا هيك قدمنا الريبورت، بيقول لي خلال 5 ايام ينضافوا برصيدي طبعا داخل الموقع. مثل ما قلنا نحن نفذنا بالشكل الصحيح فينضافوا هني بالشكل الصحيح، وعلى الاغلب خلال 24 ساعة بيتم اضافة طبعا هاي الكميات برصيدي. ومثل ما شفنا في اكثر من 900 مهمة ممكن ادي داخل الموقع، منها مثل هذا الشكل، منها ممكن اشترك بقنوات، تابع ناس على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم، تحميل تطبيقات، في كثير مهمات داخل الموقع. طبعا اصدقائي كمان اذا رحنا هون على اليوتيوب، مثل ما قلنا لازم نشبك حسابنا بالبداية. في
في مئات الفيديوهات، كل هاي الفيديوهات مئات الفيديوهات، 2 3 سنت 5 سنت من الروبل، كل فيديو بشاهده 10 ثواني، مئات الفيديوهات. شايفين أصدقائي؟ مهما نزلت بالخط راح لاقي في فيديوهات، في كثير فيديوهات داخل هذا الموقع، وأنا لسه عم أنزل ولسه في كثير، ودائما في فيديوهات، حتى لو خلصتهم كلهم راح لاقي فيديوهات جديدة داخل الموقع. هذا الشيء كمان كثير منيح. طبعا مو بس فيديوهات، في كمان اشتراكات. اذا رحنا هون لسبسكرايب كمان في كتير متابعات، قيمهم منيحة، 20 سنت من الروبل، 22 22، شايفين اصدقائي؟ 22 سنت من الروبل. متابعات كمان موجود عدد منيح، ممكن تتابع طبعا هدول الاشخاص واكسب كمان في لايكات. شايفين اصدقائي؟ في كتير ناس بيستخدموا هذا الشيء، كمان فيني اعمل لايكات اخذ 8 سنت على كل اللايك. ونفس الشيء بالنسبة للفي كي، كمان نفس الشيء، في عندي كمان قراءات ولايكات ومتابعات وأمور تانية. هون 14 سنت 14 سنت 14 سنت من روبل، طبعا كمان أرباح كثير كويسة من هاي الطريقة. طبعا مثل ما ذكرنا ببداية هذا الفيديو، الرتبة داخل الموقع عندي كل ما اشتغلت بتكسب طبعا رتب. مثلا هون إذا شاهدت إعلان بيعطيني 0.01، طبعا هون بيد ليتر قراءة رسالة 0.02 من الرتبة طبعا أصدقائي. كمان مثلا كومبليتنج في كي باخذ سنت سنت، طبعا موجود كل هدول، او عفوا هني 0.01 نجمي او رتبي مو سنت، عفوا مشان نفهم هذا الشيء. فيني كمان نفذ هدول، كل ما عملت بصير بترفع. اقرا هدول طبعا بيشرحوا لك كيف تشتغل بشكل افضل على الموقع. كمان اذا رحنا لكلمه اكستشينج هاي اللي هون، انا مثلا رتبتي 182، كله فيك تاخده مجانا، بس انك تشتغل على الموقع. بروح كل يوم هون على كولكت بشوف شو عطاني طبعا قيم على هاي الرتبه، وما بنقصش من رتبتي يعني دائما بتزيد. فيني اشتري الرتب لكن انا ما بفضل هذا الشيء، دائما انا بشتغل مجانا، فيني اشتري الرتب او فيني ابيع كمان رتبتي، فيني ابيعهم هذول كلهم، بخسر الدخل اليومي اللي بيجيني على اساس الرتبه اذا بعت رتبتي. طبعا حتى اذا بعتهم قيمهم كويسه ما انا سيئه، طبعا بحطها بسعر معين وبنتظر تروح، لكن انا ما بعمل هذا الشيء، دائما بحاول حسن رتبتي داخل المواقع. مثلا هون معي 36 سنت كان من الروبل، بس هون كولكت بيطلع لي 31 سنت تقريبا بشكل يومي هذا الشيء. تيك احيانا بيقول لي لازم يكونوا مثلا 10 سنت اقل الشيء 20 سنت، شايفين اصدقائي؟ اعطاني هاي القيم 31 سنت، صار عندي هون 68 سنت من الروبل انضاف عندي برصيدي كمان داخل الموقع. طبعا اصدقائي موقع مميز، من افضل المواقع المجانيه اللي ممكن نكسب منها عملة الروبل، كما راح لك بصندوق الوصف مجموعه من المواقع المشابهه لهذا المبدا، كلها ممكن نكسب منها عملة الروبل مجانا مع اثباتات السحب من هاي المواقع. طبعا اصدقائي بدي باكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه الباير، الفوسيت بيب، ماينانس، كيو كوين، ميكس وغيرها، اكتب لي بالتعليقات ان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا معكم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس تدعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.